عيشي جيم مع لايم دي جي اس، المساند الاول للرياضه الوطنيه. سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال برنامجكم عيش الجيم، برنامج تقصر والعاب الفيديو. حافظوا على الناس في حياتكم اللي كيفهموا ان اللعب اونلاين ما فيش بوز. من بعد اول حلقات ديال البرنامج اللي كانوا على فيفا 19، رجعنا لكم اليوم مع حلقه جديده مع لا سورتي ديال فيفا 20، اللعبه اللي بزاف ديال الناس في العالم كانوا كيتسناو النهار اللي غادي تخرج فيه. وباش نعرفوا لي نوفوتي ديال لو جو، غادي يكون حاضر معنا ليكسبير لي لا كومينوتي ديال فيفا في المغرب كامله كتعرفوا، امين كايزا. غادي نتعلموا معاه لي جيست تكنيك جداد ديال اللعبه. وباش نلعبوا ونتيستيو فيفا 20 غيكون معنا الرابور حليوه اللي ما بغى يجي عندنا حتى شي حلقه من غير ديال فيفا، خلينا كيلعب مزيان والنيفو ديالو طالع في اللعب. وغيكون معنا الرابور كمال 1150 الفائز بالبولفار هذا العام كاتيجوري راب هيب هوب. لو جو تيليشارجا ليكرون شاعله، طلع اخويا الجينيريك باش نبداو. نبداو مع اول فقره في الحلقه ديال اليوم، فقره تعلم الجيم. غادي نستقبلوا جوار برو فيفا، اكبر ستريمر ديال فيفا في المغرب والمتتبعين في القناه ديالو في يوتيوب من العالم كامل. لي زامي، غادي نستقبلوا امين الكتاري كايزا، مرحبا بك معنا. شكرا اسماعيل، شكرا عيش الجيم بوغ لانفيتاسيون. داك النهار طلعت في اللايف في تويتش ديالك، بان لي واحد 1500 ديال الناس كيتفرجوا، بزاف ديال لي كومونتير. كيفاش هاد القضيه؟ سي نورمال خويا اسماعيل، في الاول الدراري كيدخلوا كيبغي يشوفوا الجيم بلاي جديد، كيبغي يشوفوا كيفاش تادابتي مع الجيم بلاي. ولكن سي نورمال انت مشهور. سي نورمال، سي نورمال. ولكن الحاجه اللي كيدخلوا عليها بزاف هو واحد كنحل لي باك، كيشوفوني شنو اللعابه اللي لقيت وداك الشيء. عندك شويه ديال الزهر في لي باك هذا العام؟ والو، يلاه لقيت ستيرلينغ، لقيت ساني. بالنسبه لجو فيفا 20 كاينين دي موديفيكاسيون، غادي نشوفوهم كاملين في هذه الحلقه. يعني راك موجود لنا دي زاسيوس. كون هاني، غادي نتعلموا معاك مزيان. ضروري ضروري. مشينا مشينا. اول حاجه غادي نسولك امين، شنو هما ابرز الحوايج الجداد اللي جاوا في فيفا 20؟ هو زادوا لو مود فيفا ستريت اللي سموه فولتا، كرة الشارع. كرة الشارع فيه 3 مود، مود ايستواغ كتلعب بواحد لو بيرسوناج كتكون غادي معاه في القصه حتى كتكمل، كاين لو مود ليك فولتا اللي كتكري بيرسوناج ديالك انت بالوجه ديالك ولا هذا، كتبقى غادي في لي تشالنج كتطلع في النيفو، كتمشي من كونتينون لكونتينون بلاد بلاد. عاد كاين الماتش اميكال فولتا، كتلعب صوب الريال صوب البارسا. الجيم بلاي ديال فيفا 20 واش تبدل على فيفا 19؟ في اللعب، في التقوليه، في السنتراجات، لا لا ماشي لو جو بارفي، ولكن بارابور فيفا 19 وفيفا 18 سنوات ضوئيه. تحيدوا لا ديفونس اوتو، ما بقاش لي تورنادو سونتر، كانوا معيقين. ولي سونتر كانوا معيقين تيت، كانوا تما معيقين. دابا لو جو رجع بلو بوزي بازي على لي باس. امين، بغيتك توريني شي اسيوس اللي نحافظ بها واحد شويه على كره، ما تمشيش لي كره، ما تضيعش لي كره. هضري، كاين واحد لو موفمون ساهل وافيكاس سميتو ستريف دريبلين، كومون كديرو ب ال1 انالوغ تتمبوريزي الكره بما داز لاعب صاحبك وكتطلق ليه لاباس. هكا لادفيرسير ما ياخذلكش كره. لا صعيب ياخذ الكره الا درتي في لو بون مومون، مش هازارك لادفيرسير. دابا بغيتك تعطيني شي اسيوس بميكشا، شي حاجه اللي ما عرفها حتى شي واحد. عزيز عليك زيدان بيان سور، الجيست تكنيك سيرتو الريالين. سيرتو الريالين الجيست تكنيك هذا راه ديالو فيكو زادو في الالتيميت تيم. كيديرو بوحدو؟ لا، كيديرو كاع لي جوور لي جيست تكنيك 3 ايطوال الفوق، كيدار ال تي كاري اكس. الا كان الا كنتي كتلعب بالالتيرناتيف، و ال تي رون اكس الا كنتي كتلعب بالكلاسيك. شكرا بزاف كايزا على كاع لي زاسيوس اللي عطيتينا. لي زامي، وصلونا بزاف ديال لي كيسيون على اللعبه ديال فيفا 20، معنا كايزا غادي يجاوبنا عليها. دونك نشوفوا لا كيسيون الاولى. سلام، بغيت نسول كايزا على الدفاع فيفا 20، وليت كنلقى فيها بزاف ديال الصعوبات وكيتماركو عليا بزاف ديال البيوت، واش كاين شي حاجه؟ كايزا، الناس كتسولك على الديفونس ديال فيفا 20. رجعت لا ديفونس مانويل، ما بقاتش اوتوماتيك بحال 18 و 19. دونك كنصح الناس يديروا ال1 سويتشو بال1 والانالوج دغوا. دونك ال1 كتسويتشي بارابور او بالون، وانالوج كتسويتشي بارابور اللاعب اللي ديجا مسيليكسيوني. انت سيليكسيونيتي شنو غادي دير ليه؟ ترجع اللور ولا شنو؟ ترجعوا اللور، الا بالك شي لاعب دار لابيل سيليكسيوني بالانالوج وتمشي تتبعو. نشوفوا لا كيسيون ثانيه. سير على بونسوار الدراري، كنزكل بزاف ديال الكوري قدام الكول، واش كاين شي طريقه باش نولي ماركي بها في الفاس افاس؟ امين، شي طريقه باش الناس تماركي بيوتها؟ كنصح الدراري يديروا تيرون فينيس اللي رجع اون فورس في هاد فيفا 20. كديروا ار 2 كاري الا كنتي كتلعب بالالتيرناتيف، و ار 1 رون الا كنتي كتلعب بالكلاسيك. شكرا بزاف كايزا على كاع لي ريبونس وكاع لي زاسيوس اللي تعلمنا معاك اليوم. لي زامي، الحلقه ديال اليوم باقيه مستمره معاكم، غادي نستقبلوا بلاتي شويه الرابر حليوه والرابر كمال 1150 باش غادي نقصروا شي تورنوا ما بيناتنا. ولكن قبل نشوفوا اخر اخبار عالم العاب الفيديو في الفقره ديال افسن.
إلياس مساعد لاعب فيفا المحترف حقق إنجاز رائع لأول مرة في حياته بحيث تكلاصة إليت أمل مرمى حقق 27 فوز من أصل 30 ماتش في أول أسبوع ديال في الشامبيونز هاد الموسم. المنافسة كانت صعبة بزاف بحيث جميع لاعبين البروف العالم كانوا لاعبين على ليليجيبيليتي ولا فيريفيكاسيون. جوج ديال لي جيمر مغاربة مختصين في لي جو كومبا داروا نتائج جيدة في أولتيميت فايتين أرينا اللي دارت نهاية الأسبوع اللي فات في باريس وهي جولة مؤهلة للإس إن كي وورلد شامبيونشيب. خالد فريونيل 26 احتل المركز الثالث في لعبة ساموراي شودون ومصطفى الهنتاتي كلاس حتى هو تروازيام في التغنوة ديال كينغو فايترز 14. لزم نوصل للفقرة ديال فاصفاص الفقرة ديال اللعب والمتعة. غادي نستقبلوا جوج ديال لي رابور حليوة اللي كيعاودوا عليه كيلعب مزيان فيفا. غادي نكتشفوا المهارات ديالو في اللعب وغادي نكتشفوا المهارات حتى ديال واحد الرابور اللي ربح هذا العام الفينال ديال الكاتيجوري راب هيب هوب في المسابقة ديال ترومبلان بولفار كامل 1150. لزامي مرحبا بكم معايا. الله يحفظك خصنا بخير. مرحبا بك اخويا. ميرسي بوكو حبيبي. اول مرة غادي نمشي ان شاء الله تكون مزيان نربحك ان شاء الله. انا اللي غادي نربحك ما تخافش. مرحبا بك معايا اخويا كمال. شكرا يا توبالي. كمال مازال نشوه ديال الفرحه مازال فرحان بالرباح هذا العام في البولفار. لا ضروري ضروري هذه ليديسيون كانت سبيسيال وحيت اول مره تندفعوا ومهم داز زوينه داز ليديسيون واعره هذا ترومبلان داز مفرقعه هذا العام بزاف ديال الجمهور كان بزاف ديال الدراري اللي طالعين مزيانين. وانت ربحتي ديجا واحد المسابقه واحده اخرى ياك؟ كنت ربحت ترومبلان ديال 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 جوهرة طالنت قبل قبل منه يمشي شهر بحال هكا يعني بارك عليك المسابقات. لا دابا دخل دابا لا كارير دابا ندخل المعقول دابا ندخل المعقول ان شاء الله. حليوة فين وصلتي نتايا في الموسيقى؟ في الموسيقى دابا نورمالمون لا ستريت اللي تعطلت بزاف البوبليك دوكو هاد الشهر هذا الداخل نلوح فيه الالبوم ان شاء الله لا ستريت اول مره غنقولها مزيان شكرا لك هذا اكسكلوزيفيتي ليميسيون البوبليك يتسنى فريمون الالبوم يكونوا فيه شي لعبه شي عجبهم ان شاء الله نتلاقى بنادم دوكا حنا كنتسناو الالبوم ان شاء الله خويا ان شاء الله. امين كايزا اللي هو برو جيمر كيعرف فيفا تعاود كيعرف فيفا كيعرف فيفا اليوم غادي نديرو تورنوا ما بيناتنا. انا ما لعبت ضد لعب ضد لعب انا ويك دومي فينال لعب انا وكامل لعب جوي دومي فينال والرابح فينا غادي يلعب فينا ونشوفوا شكون اللي غادي يكون الفائز بالتورنوا ديال فيفا 20 اللي يسوا عيش الجيم سامارش. مشينا الدراري مشينا دونك غادي نبداو دومي فينال الاول. كايزا غادي يلعب بالمنتخب ديال فرنسا وكمال غادي يلعب بالبارسا. مشينا الدراري بداو الماتش بونسونس شوف يلا بدا الماتش سير على كيف بالك بيتي حليوة بداك يخلعني أنا باش كيبدا يعطي هاد لي كونسيل بلي يلعب ديما ولد بيت هذا بيت هذا بيت البيت الأول كايزا كيما كيبدا الأول طلع الموان يلا هذا البيت الثاني هذا البيت الثاني أوه بيت ثاني برافو لا بيت زوين يعني زوين كمان كمال داك الزهر مشى مش معرفش شلون يلا فوق بعد البيت الثالث البيت الثالث لا مشينا لا صراحة برافو عليك برافو غريزمان كي مارك البيت الثالث الكيزا دونك سالات بخوميييغ ميطون 3-0 الكيزا ويكمل المانيطة خاسرة ولا شي حاجة. اه المانيطة ثقيلة ماشي يلا الماتش كيتسالى تسالى معايا تكون لا ملي كانت 4-0 الماتش تسالى 4-0 كيزا مبروك عليك دزتي الفينال غادي تسناني ولا تسنى حليوة شكون في نظرك اللي غادي يربح؟ اللي حليوة ياك هما يلا نلعبوا الماتش انا وحليوة دومي فينال يلا حليوة واجد يلا يلا سير اخويا دونك انا غادي نلعب ليفربول وحليوة غادي يلعب مانشستر سيتي يلا اخويا بدينا الدراري كومونتيو معنا نشوفوا ما عيشوا معنا صح يلا نطلع معنا لومبيونس انا غادي نتكونسونطرا باش نربح اوه ها وحليوة بدا عاوتاني سكينز لا 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 كاين صالح هرب مشى صالح مشى كيف هاي درتي دابا درتي باساج بروفوند اه لا يلا 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 باش كنعقل بلون ديال الهرب صافي نقول لك الان واش اللاعب ديال تيهرب شوف لا ما غاديش تسمع الله 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 يا 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 ستيرلينغ هرب شان 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 بيك 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 لا جاوب برافو دقيقه 39 خاسر بواحد لزيرو جوج زيرو دابا يلا سالات لا بروميير ميطون خاسر انا بواحد لزيرو نشوفوا الدوزيام ميطون واش نجيبوا شي ريمونتاد حليوة دوك اللي قالوا لي راه كتلعب مزيان ما كذبوش واحد منهم هو هارون
تقصنا ما بغيتش ندوي يلا باش عرفتي صالح صالح بيت 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 او لا لا براف 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 نو براف براف vamos a ver si envía un centro خسرنا الماتش ولكن حنا فرقه حليوه مبروك عليك درتي ماتش زوين ربحتيني ولكن كيجيك اللعب ديالك والله حتى كتلعب لعبتي مزيان شنو كان ناقصني الفينيش حضر بوش دابا كيلعبش مزيان عرفتي مزيان دار لي زوكاز لا دار لي زوكاز صافي دونك الفينال غادي يكون ما بين كايزا وحليوه ولكن قبل ما غادي نلعبوا الفينال الدراري غادي نوريكم واحد اللقطه سامخ يلا نشوفوا واحد لا فيديو ونكومونطيو عليها مجموعه دونك اللقطه الدراري هي هذه واحد البيت ديال امبابي وتخيلوا شنو غادي يطرا غادي تحسب تسلل غادي سيرو ماتش فين كاين تسلل ما كاينش بغاش تسلل ولكن سيرو ماتش تكون هذه في لا فيرسون غليتش هذا ايرور كاين بزاف ديال هاد لي زيغ لا الفيرسون فينال ما تكونش غتكون في الفيرسون بيتا لا الفيرسون فينال اطرا لك هاد اللقطه هادي كون طرح ليوه في الفينال صافي مزيان ياك دراري واش ديال الماتش ديال الفينال يلا سير بسم الله الدراري يلا هاي المحاولة بحال الفيديو اللي شرا بيت الاول ديال حليوه كايزا شوي غنلقاوك وصلتي حدا لك خوف فين غادي كتخرج لك كل شيء زبد ديمبلي فوالا او لا 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 الرجوع امبابي كيتراجع معاك هذا التعادل تير تير يا حلو فوالا دونك غادي نبداو دوزيام ميتون ديال الفينال ما بين حليوه وما بين كايزا وباقيين واحد لواحد صدمك حليوه باللعب ياك ديجا رجع شنو نورمالمون مع غريزمان تاع يلا غريزمان كي ماركي البيت الثاني ديال كايزا لا بريسينغ غريزمان فاس فاس غريزمان فاس فاس البيت الثالث اي بزوين ديمبلي تيري بيت بيت البيت الرابع ديال كايزا كيفاش كيدوز كسال بغيت كيبقى دو باس كيبقى راسو حدا بوط غريزمان كي ماركي البيت الخامس اهلا شوف تحرج ديفونس تاكسي الماتش كي سالي كايزا مبروك عليك البطولة كاين مبروك مبروك عليك حليوة شكرا بزاف لانك جيتي عندنا اليوم لا يحفظك لينا نعاودو شي نهار واحد اخرين نعاودو شي جو واحد اخر ولا ديما انت غير فيه ما تجيبش هاد كيفاش جاتك ليميسيون كيفاش جاك البلان استمتعتي معانا لا لا زون بصح هو ليميسيون ديال الجيمين دونك يوتيوب شكرا بزاف عليهم وان شاء الله تكون مزيان شكرا ليك بزاف كنشكرك مره واحده اخرى وكنتسناو الالبوم ديالك ان شاء الله قريبا شكرا بزاف الشهر الجاي ياك الشهر الجاي ان شاء الله شكرا بزاف كامل يتم عليك شكرا على الانفيتاسيون كايزا حتى انت شكرا ليك بزاف على كاع لي زاسيوس اللي علمتينا على كاع البيوت ومبروك على كاع البيوت اللي ماركيتي علينا سعود البيوت لي زامي كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون عجبتكم الناس اللي ما تفرجاتش في الحلقه في دوزيام اولا بغات تعاودها تقدروا تلقاوها في لاباج ديال فيسبوك اولا في لاشين ديالنا يوتيوب نتلاقاو السيمانه الجايه مع نوتر جو السلام عليكم وعيشوا كيف هذا البرنامج قدم لكم من طرف لايم دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه ام دي جي اس نربحوا الرياضه